معكم خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك. نتمنىكم تكونوا بألف خير وصحة وسلامة وطول عمر. انتظروا الجديد ديال طريف عبد الكريم، راه صورنا في هذه المنطقة اللي هي كتسمى الشلالات. هاد الشلالات جات بعيدة على سيدي سليمان واحد 10 أو 15 كيلومتر، ولكن الإشكال المطروح هنا وهو ضرب الجفاف هذه المنطقة. وملي ضرب الجفاف هذه المنطقة هانتوما كتشوفوا تبارك الله هاد الخيرات وهاد النعيم ديال الشلال، ها هو داك الفوق حاليا. الشلال منين كان يهبط الماء راه تسد، ما بقاش الماء كيهبط. ولكن شوفوا المناظر تبارك الله الطبيعية هنا ديال الذرة والجبال، شدنا عفاك الجبال تما. مازلنا معكم كما كتشوفوا تبارك الله هذا المنظر الطبيعي اللي راه هنا. وشوفوا الصخور اللي كانت هنا، الناس كانت كتقعد. قال لك سيدي على محكه، وكان هذه البلاصه فيها الماء. هذه البلاصه كانت عامره بالماء، والناس كانت تجلس هنا، شي جالس لهيه شي جالس لهيه. وغادي نزيدو نصور لكم حتى الديور الفوق اللي كانوا، هاد الديور الفوق اللي كانوا تما كانوا دايرينهم بحال الشكل ديال تكافيت، يعني اللي جا كيكري شي تما شي دار. وغادي نزيدو معكم وراحنا تابعين هاد الصور.